واش العشران كي دايرين بخير؟ كلشي هو هذاك مع فيديو جديد، حلقة جديدة مع واحد الدراجة تنعشقها بزاف. قليل اللي تيعرف هاد الدراجة هادي، نضربو لكم عليها دويرة بعدا تشوفوا الحالة. راه محطوطة أكثر من 2017، وهي محطوطة على الموطور هذا من 2017 ولا 2018، هو محطوط في الدار عندي كامل مغبر، الروايد مفشوشين، وقليل اللي عارفه شو البولي مركب فيه. المهم عندنا راه السير الخوت، الدراجة هادي غادي نديرو لها امارش، بس والله تندير لها امارش هاد النهار هذا. بغيت نضرب عليها دويرة، بغيتكم تركبوا معايا فيها تنتوما، تسالوا معايا فيها وتعرفوا الدراجة هادي كتجيني احسن صوفات سان كاينة، واحسن صوفات سان ركبت عليها. ما كاين قدامها لا اس اش ولا اكس ماكس ولا والو، هادي كتعجبني. غنتعرفوا عليها جميع، نديروا له بعدا واحد شويه الاصلاحات قبل ما نغسلها. لقينا الاكسيلاتور بقوه الكلاس، تكوانسه الكابلي تصدى لداخل، غنمشي نجيب لها الكابلي بعدا هو الاول، نمشي نجيب لها ليسانس. خلاص الفيدونج كنت دخلتها هي، كي درت لها الفيدونج دخلتها للدار وفيها لونتيجيل. خلاص هاد البومبا هادي تنوريكم، نعاود لكم القصه ديالها، حيت احنا اللي درنا لها هاد البومبا ديال الماء ديال ايروكس. غنشوف لك الباتري حتى هو طلق مزال امارش. الكونتور ديالها غنشعلو الضو، الليد ما كياكل والو، وليني باش تضرب الديمارور ما يضربش. هادشي اللي كاين، نبداو على بركة الله الفيديو ديالنا. السلام ها هذا خصك تحل هادي باش نجروه من ليه. دابا ندير هكا وهكا. صدا يا خويا كلا سير حيد جر كلا صدا عالم هذاك الشيء الماء. ايوا مود الواد راه من 2018 هذا. راه ندير له شويه لاكريس عاد. والمهم الخوت، لقينا بزاف ديال المشاكل في الموتور بقوة الكلاس. لقيت التيود هاد المصان مقطع ثقوب، انا عاد قطعت منه الطعيف. واش يا حكيم؟ ولقيت والباتري ميت صافي، كنت جبت الباتري ديال البركمان هي باش غنديروها ماش. دابا حنا طتنا ليسانس، دابا راه غير غادي تقيسو غيديرها ماش. حاجة باينة هادي، غنضربو كونتاك بسم الله. رد الفلتر بلاصتو، رد هذا معاد غنطب فيه سويتها وبدا ما تكسري عليه ما والو. الكادر هو الحديد، ها هي بتسيب هاك، الكادر حديد كما قلت لكم، وهاد الطروفة هادو، هاد الحوتات هادو، غنوريها، هاد الحوتات هادو ألمنيوم، ها راني غير خير البولونات، ها ألمنيوم، كاريناج مازال صباغا ديال الدار، وللإشارة فقط موديل 2001، دونك راه باش تشوف تلقى موطور بهاد النقا هذا من 2001، هانت باش تزيد تعرف. فابريكاسيون فابريكي اون فرونس، هاهي خرجاتو الشركة ديال ياماها بالسمية ديال ياماها ماكستر،
وخرجاتو الام بيكاب بالسميه ديال التوندر. التوندر يعني البرق ولا الرعاد. البرق ها هي 125. دابا كاينه اللي فيه هي اللي في اليامها ماجيستي، ولان الكادر والكاروسري واعر، ديزاين فيه واعر. خليكم معايا دابا شويه نخرجوا الشانطي ونسيوها ونتمتعوا بها شويه. انا والله الا قلتها غير باش نتمتع بها شويه، حيت الموطور هادشي عزيز عليا بزاف. المهم الخوت نمشيو نتستيو الموطور ونهضروا عليه واحد شويه ونشوفوا هاد العجوز شحال غادي تحط في السرعه، واش مازال عندها القلب فيه بيجمد ولا لا. تعطينا الجهد ديال موديل 2020 ولا الموديل 2012 سي قرنا احنا سنين مع الاس 14 ياك نوفو عليها ونشوف واش غادي تشكل ولا لا. هاك السودا كان مع الاس 100 نشوف غادي شحال تحط. هادشي اللي كاين خليكم معنا. واش العشران جو تست رايد موتور الله وما بارك فران ما تهدرش عليه داع عليه السسبونسيون ما تهدرش عليها والانسيابية والاولد سكول موديل 2001. هذه الدراجة نقدروا نقولوا هي المنافس اللي كان بان الابريليا يوناردو 125. الماكينة ديالها هي الماجيستي يامها ماجيستي، ولكن مع اضافة تعديل باش تعطينا شوية ديال الجهد على هاد الماجيستي. ديرو فيها كربيراتور ديال 150 سي سي دوريجين، كربيراتور ديال ليوناردو 250. بحكم ان الماكينة 250 هي راه ديال اليامها النيس. المهم بغينا نتيستيوها دابا النيس، غنشوفو الطوب سبيد ديالها بحال الكونتور مخدامش، ولكن غادي نديرو لابليكاسيون السريحة هذه كافية. أنا غادي ندير لابليكاسيون، خليكم معايا نريقلوها وأنا معاكم. غادي نقلعو دابا الخوت، شوف هاهي راه بدات، ونشوفو شحال غادي تحط. سير الله
الساعة هي 110 حقيقية، 110 حقيقية، حيت هادي كيجيب الناقص ديال 10. ورا كانت الطريق عامر، هداك الشيء علاش تعطلت باش الحزيوة بالرجولة. لكن الله هو بارك، كمل الفيديو ديالك. الرجولة الموطور كنعشقو، صوت وصورة فهمتي، موطور صوت وصورة، مكنهزش بزاف قوة المعزة فهمتي. هايا غنضربو به دويرة ونردو لبلاصتو. كما قلت لكم موديل 2001، ماكينة عمر تحط فيها الساروت، الكروة ديالو طوريجين، كلشي طوريجين من نهار خرجات، هي ضاربة 129000 كيلومتر. وصل غنوقفو هنايا، نديرو عليها شي اطلالة، خلاص شتوها ونهضرو عليها واحد شوية، نهضرو على الفريناج ديالها اللي ناضي اللهم بارك، ونهضرو عليها في الديزاين. الديزاين ديالها تيعجبني انا بزاف، الديزاين ديالها سبور. المهم الرويضة ديال 13 فيها لورا القدام، ولاني شو تبارك الله، شو تبارك الله، موطور تعشقوه بالرجولة. ندبر له على قشرة السينيال، كان طاحت ليا وما لقيتهاش. كما قلت لكم الماكينة د الماجيستي، ماكينة د الماجيستي هي مع ماجيستي، وليني بدلوا لي هاد الكاش هذا والفلتر. وخلاص قلت لكم فيها كربيراتور 250، وزيد على ذلك راه الطوب سبيد اللي شتي دابا راه ماشي طوب سبيد ديالها الحقيقي، حيت فاش البلاصة اللي كنت كندير فيها الطوب سبيد الطريق عامرة والريح كان والريح قدامي، راه تكون شتو الريح بالنسبة للالين اللي مرك البول اللي راني مركب لها تيرمينوني. وانتوما راكم عارفين اللي بغى يعرف هاد التيرمينوني قلب عليه مزيان، هذا هو باش كتخرج تي اكس. نسكب شوفوها وخليتها، هادشي اللي نقدروا نقولوا على هاد الدراجة هادي. انا تنقول لكم صوت وصورة، الركبة ما تهضرش، كوفر كبير مالا كما تيقولوا الدراري كازا تعيطوا على المالا، مالا كبير. خلاص هادي كما قلت لكم الامبيكا، ركب وتمرح مع راساتك، وعاليه شتيها في الركبه، شتيها في الركبه عاليه فهمتي، تحس براسك راكب على موطور. كملوا الجوله ديالنا ونمشيو، كما قلنا نكملوا الجوله ديالنا. تحياتي لكم، مع السلامه، والحلقة الجاية إن شاء الله مع شي دراجة أخرى، الله يعاون. مبروك على الجيم.